مزيد من النقاش حول هذا الموضوع الملتهب ينضم إلينا من تونس الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف الخبير في التغير المناخي. أستاذ بن يوسف، يعني ارتفاع درجات الحرارة في الأرض، مستويات الجفاف غير المسبوقة، كله عوامل تقول إن حرائق الغابات أو الحرائق عموما ستزداد حدتها، هذا بسبب كل التغيرات المناخية التي تتسبب فيها أساسا الدول الصناعية الكبرى. إذا نحن أمام وتيرة لن تنتهي. بالضبط، شكرا على الاستضافة. بالضبط، هي يعني وتيرة لن تنتهي، وحرائق الغابات ستزداد حدة ولا بد من مقاومتها ووضع يعني سياسات للتقليل من هذه الحرائق. فكما تعلمون أن حرائق الغابات يعني هو متأتي من ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك يعني من الأنظمة البشرية التي تدخلت بصفة مباشرة في بعض المناطق التي كانت فيها غابات وأصبحت يعني تجمعات سكانية في بعض الغابات، التي أثرت يعني على أنظمة الاستغلال، ومن هنا تزايدت وتفاقمت يعني هذه الحرائق. والآن نحن مع وتيرة أوسع وأكبر لانطلاق غاز أو الأكسيد الكربون المسبب لمشاكل كثيرة صحية وبيئية، فنحن إذن أمام منحى آخر لتأثيرات تغيرات المناخ، وهذا أحد أمثلتها الذي نراه الآن. بالضبط، هو يعني منظومة الغابات مع المحيطات هي أكثر المنظومات امتصاص يعني ثاني أكسيد الكربون وهذه الانبعاثات في الأرض. لكن لما نرى يعني حرائق الغابات تلعب دور، يعني يتبدل الدور ويتغير الدور بتاعها، فتصبح هي من تطلق كمية هائلة من الغازات في ظرف وجيز، وهذا يؤثر يعني في الاختلال في الأنظمة يعني ككل. الأنظمة يعني في معناتها في المدى القريب والمدى البعيد، وهذا الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، لأن يعني ليست يعني الانبعاثات يمكن أن تبقى بعض في فترة طويلة يعني في الغلاف الجوي. طبعا القضاء على هذه الحالة الدكتور عادل يكون بالقضاء على مسبباتها الأساسية، التغيرات المناخية الحادة يجب أن تتوقف بشكل كبير، لكن الآن هناك ربما دور للتكنولوجيا في السيطرة أو ربما التنبؤ بوقوع بعض الحرائق، كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة للذكاء الاصطناعي أن يكون ملهما للبعض في ربما السيطرة أو التنبؤ بمثل هذه الحالات؟ بالضبط، هو اليوم أصبحنا في عالم يعني وين التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كل أنحاء العالم، وأصبح يعني أداة حيوية يمكنها في كشف الحرائق الغابات، لأن يعني التدخل المبكر هو من أحسن الطرق لضبط هذه الحرائق ويعني السيطرة عليها. وهذه الأنظمة خاصة أنظمة الذكاء الاصطناعي يعني تعطينا الإنذار المبكر. فالأنظمة الكشف الحديثة اليوم يعني تستخدم الذكاء الاصطناعي، كذلك هناك استخدام الأقمار الصناعية واستخدام الطائرات بدون طيار في يعني عملية لضبط هذه، لكن التكنولوجيات الحديثة يمكن استعمالها كذلك لتوعية الناس وتوعية المجتمعات للحرائق، لأن معظم الحرائق هي ناتجة عن التغيرات المناخية بالطبع، لكن هي زادة معناتها من شيرة أخرى يعني ناتجة على التفاعل بين البشر والغابات، فيعني تعطي فرصة أكثر لتوعية يعني المواطنين بعدم التفاعل مع الغابات أو التفاعل بطريقة ما، وخاصة في بعض الأيام لما يكون هناك رياح قوية ويعني هنالك درجات حرارة مرتفعة. ضيفنا من تونس الدكتور عادل بن يوسف الخبير في التغير المناخي، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.